مرحبا بكم متابعين الأوفياء. اليوم سوف نتطرق إلى الحديث عن أسباب وأعراض انتفاخ المبيض. قد تتعرض المبايض للتضخم لأسباب عدة، قد تكون طبيعية وبعضها خطير قد يحتاج إلى التدخل الطبي. من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ المبيض عملية الإباضة، فهي تعد مرحلة من مراحل الدورة الشهرية يطلق فيها المبيض بويضة جاهزة للإخصاب. وقد تنتفخ المبايض في هذه المرحلة مؤقتاً بسبب الهرمونات، وتزيد احتمالية انتفاخ المبيض أثناء الإباضة إذا كانت السيدة تأخذ أدوية للخصوبة. كذلك متلازمة تكيس المبايض، وهي حالة مرضية تتمثل بتكون أكياس صغيرة على المبيض نتيجة لاضطراب الهرمونات، وتعاني النساء المصابات بهذه المتلازمة من اضطراب الدورة الشهرية لديهن، مما يؤدي لمشكلة في التبويض والحمل. كذلك استسقاء المبيض، وهو تراكم السوائل في أنسجة المبيض، والذي يحدث أحياناً بسبب التواء المبيض الجزئي. إذ تشير هذه الحالة إلى استدارة المبيض جزئياً، مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى المبيض، وقد يترتب عليه الإصابة بالغثيان وآلام الحوض والتقيؤ، ويتطلب جراحة فورية لتصحيح الالتواء واستعادة تدفق الدم. قد يرافق انتفاخ المبيض أعراض عديدة ترتبط بمنطقة الحوض، مثل الشعور بألم قد يكون شديداً في حدته في منطقة البطن أو الحوض أو أسفل الظهر. كذلك صعوبة التبول واحتباس البول مع شعور بألم أثناء المعاشرة. كذلك شعور بألم خلال الدورة الشهرية، ويكون أكثر شدة من الألم الذي قد يحدث في الأوضاع الطبيعية، مع ملاحظة نزيف مهبلي غير طبيعي وغياب فترات الحيض الشهرية. لا يستدعي تضخم المبيض القلق عادة، ولكن ينصح بمراجعة الطبيب إذا لم تختفي أو تهدأ الأعراض بعد مضي بضعة أيام، وذلك لأن تضخم المبيض قد يمثل علامة تشير إلى وجود مشكلة طبية كامنة تحتاج إلى العلاج فورا، كما تجدر الإشارة إلى ضرورة إعلام الطبيب بأي عرض جديد أو مثير للقلق، لا سيما إن لم يكن هناك سبب واضح له. وغالبا ما يوصي الطبيب بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية لتحديد المشكلة الطبية بدقة عند وجود أعراض يمكن أن تشير إلى انتفاخ المبيض أو حالة أخرى فيه.